السلام عليكم ورحمة الله. متابعي ومتابعات المنصة، أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا النقل الحي المباشر من هنا من ضاحية واكشوط بالمركز بمحيط المركز الوطني لأمراض القلب، حيث يخضع الرئيس السابق محمد العبد العزيز للعلاج منذ أيام على هذه الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا. متابعينا الأعزاء، هذا النقل الحي المباشر عبر المنصة، ولوقفة احتجاجية لأنصار الرئيس السابق محمد والعبد العزيز الذين يحتشدون هنا منذ ساعات الصباح الأولى ترقبا لآخر مستجدات الوضع الصحي للرئيس السابق محمد والعبد العزيز. للتذكير، تم نقل الرئيس محمد والعبد العزيز إلى مستشفى أمراض القلب من المستشفى العسكري الذي نقل عليه الأسبوع الماضي إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة. يترقب أنصار الرئيس السابق بين الفينة الأخرى أخبارا جديدة عن وضعه الصحي وعن الملف الصحي للرئيس السابق الذي يخضع للعلاج هنا خلفي في هذا المستشفى في المركز الوطني لأمراض القلب. إذن متابعينا الأعزاء، تتابعون الآن مباشرة في هذا النقل الحي والمباشر عبر المنصة هذه الوقفة لأنصار الرئيس السابق والعبد العزيز أمام المركز الوطني لأمراض القلب في العاصمة نواكشوط، حيث يخضع الرئيس السابق للعلاج على إثر الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا في انتظار مستجدات الوضع الصحي للرئيس. لحظة بلحظة يتابع هؤلاء الأنصار هنا تطورات الملف وآخر مستجدات الملف الصحي للرئيس السابق. ما عليكم حد لا يتكلم؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متوجه لرئيس الجمهورية إنجالي مكردو محمد، متوجه طالب رئيس الجمهورية وكل الخيرين بهذا البلد على أنهم يوفروا العلاج اللازم للرئيس السابق محمد عبد العزيز. يعرفوا أنه عنده ملف، عنده خلفية صحية، وأنه يحتاج لياسر من العناية، وعلى أنهم لا يزهزوا به عن هذا الإصرار لهم الهمة فعلا انه يرفع من مستوى البلد من المواطن البسيط عنهم، على الاقل يستحق عليهم توفير علاج لا يقضي، وهذا عار عليهم. السلام عليكم. ما عندنا اي اخبار ما عندنا اي اخبار. كل نهار قال لنا عن هون طايره وعن شايه طايره من الجزائر، ونقعدوا هون ونفرحوا ونقعدوا عندنا امل جديد عن فهم امل على رئيس الجمهوريه، ولا على هذه الناس النخبه اللي حاكمه البلد اليوم، على ان فيها امل، وكل دقيقة ورا دقيقة يتحطم هذا الأمل، وهذا شيء عندنا يا واشع. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. نحن المواطنين المرتاحين مطالب باطلاق سراح الرئيس القائد البطل محمد عبد العزيز باني هذا الطب اللي هو كاتيها فيه، وهو من انجازاته، من ضمن انجازاته الكثير الكثير. نطالب بدواه، نطالب برفعه، ونطالب عنه وخلاه عنه التهديئات اللي كل ساعه قالنا هو جايته طايره لا يتمشي به، ياك يهدئ بها الشعب وياك يسكت بها، وهذا ما يعدل. هنا الفنانين والسياسيين وجميع شرائح المجتمع كلها يرتفع ويداوى معنا عن القائد محمد عبد العزيز، يالطو يداوى
يعطوا دواء على أعلى مستوى ويستحق على الموريتانيين ويستحقها علينا كاملين ويستحقها على الحكومة ويستحقها على زميله وصديقه اللي هو رئيس الجمهورية. رانا مطالبينه من أمام طب القلب بهذا الطلب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن رانا مقدمين نداء للجمهورية الإسلامية الموريتانية شعبا وحكومة، نداء استغاثة، نداء من قلوب مطحونة، نداء من الشعب خالي يتلهف معرفة بعد قاع أخبار الرئيس السابق محمد عبد العزيز. أنتم احنا ما عندنا الحق، نحن للشعب اللي حكم علينا للراجل 12 سنة ما عندنا الحق نعرف أخباره وصحته شنو. نحن هون قدام الطب نتحشدوا رئيسنا اللي حكم علينا، يا الاتحاد من أجل الجمهورية ويا الحكومة يا رئيس الجمهورية، نحن أعطيناك أصواتنا، نحن الأصوات اللي وصلناك بهم سدة الحكم، ما عندنا الحق فينا نعرفوا أخبار رئيس الجمهورية وملفه الصحي وصحته شماسية، ما عندنا الحق فينا نجبروه، ما عندنا الحق فينا تعطانا صحة أخباره، ما عندنا هذا من التلاعب بالموريتانيين. مات له خالد، نحن مشابين لعبد العزيز شار مرحلة من الحرية ومرحلة من الانفتاح ومرحلة من الديمقراطية، ما ترى حد رادنا اللورة، ما ترى حد رادنا اللورة، وصلنا مرحلة من العدالة والوعي، ما ترى حد رادنا اللورة. نحن يا رئيس الجمهورية نجحناك ونحن هم دايرينك على كرسي الرئاسة، يا الاتحاد من أجل الجمهورية نحن هم وصلناك من الحكم اللي انتم فيه، أصواتنا احنا الموريتانيين، ما تردوا لنا الجميل باط منكم تطول صح تخبار رئيسنا اللي هو اللي وقف لنا وقال ننتخبه محمد والشيخ القزواني وزغرق لالو باصواتنا. ما عندنا الحق ان نطالبه، ما عندنا الحق ان نطالبه في انه يرتفع لنا شان خارج الدواء. يا الراجل اللي يخدم للوطن وللطب اللي احنا قدامه درك من انجازاته اللي تاكي فيه مع الفقير والعجيم وصاحب طلاب الصدقه راعي هو متناظرين في الطب. ما عندنا الحق في ان نطلبوا له، ما يستحق على موريتانيا، يستحق في خدمته تضحيته العدل، ما يستحق على موريتانيا دولتها عنها ترفعه بشرف وتداويه بشرف تحتضنه بكرامه وبعزه الين يبره المريض، الين يبره العالم كامل المريض يمرقوا السجن ويداويه الين يبره. محمد عبد العزيز قطعا عنكم ما فيكم واحد ما هو متشقن انه لقاس بصمور لا يرجع لموريتانيا به اللي فتبارك الله بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف انه هو لقى موريتانيا من الويلات كامله وهو العرض جسده والمطارقه راهما في جسده، جسمه مكسرين والمطارق من اجل تضحيه من اجل موريتانيا وفي سبيلها. هذا ما يستحق عندكم عنه يداوى في الخارج. نحن الصهاونه صار القائد الرمز محمد عبد العزيز ورانا لكم ما لنا من فئه واحده، راهي لكم موريتانيا كامله شرقا وجنوبا وغربا راعيهم تلاحقهم. الطالب بدو محمد عبد العزيز والطالب تكريمه والطالب منه ينطلق سراحه ويرتد له جميع الاعتبار وتعطاه حقوقه توف ويدور حقوقه القانونيه والاعتراف له بالجميل ويداوى. هذا بالنسبه لنا احنا يستحقوا عليك كرئيس الجمهوريه، يستحقوا على حزب الاتحاد من اجل الجمهوريه الحاكم لك ويستحقوا على الشعب الموريتاني. لا هون حد ما يدور مطلبه هذا، واعطونا ملف صحي. نحن ما لنا حيوان، نحن بشر نحس ونتألموا وراعينا ساكنين 4 ايام على قبرها اللي ودوا الاخبار محمد عبد العزيز لا يجبروا منها لا شيء مكتوب في الصفحه. حتى اخواته ما يجبروا، حتى زوجته زوجه قطريته حد يحكم عن زوجته زياره. انا لله وانا اليه راجعون، حسبنا الله عليكم ونعم الوكيل، لا حول ولا قوه الا بالله. رانا رافعين قضيتنا الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير. ان شاء الله اذبت 106 قمنا رايح. اذا متابعي ومتابعات المنصه كانت لكم وقفه لانصار الرئيس السابق محمد عبد العزيز قباله المستشفى الوطني لامراض القلب هنا بضاحيه العاصمه نواكشوط، حيث يترقبون اخبار الرئيس السابق الذي يخضع للعلاج هنا على اثر وعكه صحيه المت به مؤخرا. أحمد الرجالي من الأستاذ و